الأخت ميم ميم الشهراني بعثت برسالة تقول: في إحدى المناسبات شاهدت عدة فتيات يلبسن ملابس ضيقة جدا تصف أجزاء أجسامهن، وحينما قمت بإسداء النصح لهن في ذلك احتججن بأنه لا بأس في ذلك إذا كان بين النساء. هل ما قلناه صحيح أم أنهن على خطأ؟ جزاكم الله خيرا. هذا لا يجوز وهو غير صحيح أن تكشف المرأة شيئا من عورتها عند النساء، فإنه لا يجوز لها أن تكشف عند النساء أو عند محارمها إلا ما جرت العادة بكشفه مما لا بد من كشفه كالرأس والوجه والكفين والقدمين، هذه هي الأمور التي تكشف عند النساء وعند المحارم، أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز كشفه لما في ذلك من الفتنة ولما في ذلك من القدوة السيئة، لأن من رآها على هذه الحال اقتدى بها وربما يستعمل هذا السفور في خارج عند الرجال غير المحارم، فهذا يبعث على التساهل والقدوة السيئة. نعم.